هذا يسأل عن حكم الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم، ما يصلح الصلاة في الفنادق والعمارات اللي حول الحرم إلا لو ضاق الحرم، ضاق امتلأ وامتلت الساحات الخارجية ووصلت إلى الفندق، إلى باب الفندق أو باب السكن، وصلت الصفوف إلى باب الفندق، فلك أن تصلي في الفندق. أما ما دام بينك وبين الحرم مساحة ما فيها أحد، أو بينك وبين الحرم شوارع يمشي فيها الناس والسيارات، فلا يجوز لك الصلاة في سكنك. بينكم شوارع تمشي فيها السيارات والناس، أو ما في شوارع لكن ما ضاق الحرم، فيه مكان فأنت تحضر وتصلي مع المسلمين. نعم.